وقوله عز وجل إحسانا مطلق ولم يقيد. وعندنا في الأصول أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. إذا كان سياق النص القرآني أو النبوي سياق إثبات وفيه نكرة فهذه النكرة تفيد الإطلاق. أطلق هنا كلمة الإحسان ليعم أي نوع من أنواع الإحسان، يعني لتحسن إليهما بأي وجه من وجوه الإحسان، القولي أو الفعلي، القليل أو الكثير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.